مدينة ماتلا في المحافظة الوسطى بجزيرة سريلانكا. مدينة تاريخية جميلة، الناس يعطون من جميع القرى في هذه المنطقة إلى هذه المدينة لشراء حوائجهم ولوازم منازلهم. هناك جامع الفرقان كما تشاهدون الآن. المسلمون الذين حول هذا الجامع يعطون لأداء الصلوات الخمس. تجدون حينا لآخر المعابد الصغيرة للبوذيين والهندوس. هناك مدرسة حكومية كما تشاهدون الآن.